خلال لقائه ميركل في ميونخ، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين. ترامب يدعو الدول الأوروبية لاستعادة المئات من مسلحي داعش الذين اعتقلوا في سوريا ومحاكمتهم، محذرا من تسلل عناصر التنظيم الإرهابي إلى أوروبا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبدأ اليوم زيارة إلى باكستان في مستهل جولة آسيوية تشمل 3 دول. العاشرة صباحا في القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة، أهلا بكم. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع ألمانيا، وذلك خلال لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. من جانبها شددت المستشارة الألمانية على حرص بلادها على تعزيز علاقتها بمصر في مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي رحبت بزيارة السيد الرئيس لألمانيا مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقتها بمصر في مختلف المجالات وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المتوسط. السيد الرئيس أعرب عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التفاعل، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن، ومؤكدا على أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني للقاهرة مؤخرا على رأس وفد من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الألمانية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامة سيادته بميونخ السيد ماركوس سودر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره لحسن الاستقبال من قبل حكومة بافاريا خلال مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن، ومشيرا إلى تميز العلاقات المصرية الألمانية التي تعد أحد أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية سياسيا واقتصاديا وتنمويا، وتتميز بتعدد وتنوع مسارات التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن وجود إرادة سياسية من الجانبين للارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. من جانبه أعرب رئيس وزراء بافاريا عن سعادته بلقاء السيد الرئيس، مؤكدا ترحيبه بزيارة سيادته لولاية بافاريا وبمشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن. كما أكد رئيس وزراء بافاريا بما يجمع الشعبين المصري والألماني من علاقات صداقة تاريخية وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور خلال السنوات الأخيرة. استعرض السيد الرئيس خلال اللقاء النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خاصة محور تنمية قناة السويس وما يتيحه ذلك من فرص استثمارية أمام شركات ولاية بافاريا لتدشين مشروعات لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى أسواق المنطقة العربية والقارة الإفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة وسوق اقتصادية مشتركة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية على أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وجدير بنا في هذا السياق التأكيد أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فتلك القضية هي أقدم صراع سياسي نحمله معنا إرثا ثقيلا على ضمائرنا،
منذ بدايات القرن العشرين، ولا بد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع وفقا للمرجعات الدولية ذات الثلة والمتوافق عليها، وإعمالا لمبدأ حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة تتفاعل مع محيطها الإقليمي والعربي والإفريقي بشكل فاعل، خاصة في ظل توليها مؤخرا رئاسة الاتحاد الإفريقي. أنا أتوجه بالشكر إلى السفير إيشينجر رئيس المؤتمر على دعوتي للمشاركة في هذا المنتدى المهم، ليس فقط بصفتي رئيسا للدولة، لدولة تتفاعل مع محيطها الإقليمي الإفريقي والعربي وتطلع بدور رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وإنما أيضا لكون مصر تسلمت منذ أيام قليلة الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لعام 2019، وتتطلع كعادتها دوما للتعبير عن شواغل الشعوب الإفريقية الشقيقة الرامية لتحقيق الاستقرار والتقدم ودفع عجلة التنمية قدما. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم زيارة إلى أيرلندا، يعقد خلالها عدة لقاءات مع المسؤولين الأيرلنديين لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. كما يشارك شكري في الاجتماع التشاوري المصغر لعدد من وزراء الخارجية حول الشأن الفلسطيني والذي دعا إليه الجانب الأيرلندي. من المنتظر أن يعقد شكري خلال الزيارة لقاءات مع كل من رئيس جمهورية أيرلندا ورئيس مجلس النواب الأيرلندي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي. تعقد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب اليوم اجتماعا لمناقشة خطة وزارة الري والموارد المائية لدعم توجه مصر إلى إفريقيا وسياستها المائية، إضافة إلى سبل دعم التعاون مع دول حوض النيل، لا سيما مع تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019. كما تعقد لجنة الإدارة المحلية اليوم 3 اجتماعات لمناقشة 7 من طلبات الإحاطة حول مخالفات بيع أراضي بالفيوم ومخالفات هيئة نظافة القاهرة وانتشار القمامة بالمحافظة وتجميلها وانقطاع المياه بالإسكندرية. تتفقد اليوم وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد عددا من المنشآت الطبية بمحافظة قنا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة إلى المرضى. من المقرر أن تستهل الوزيرة زيارتها بمستشفى قفط المركزي ثم مستشفى التأمين الصحي بقنا ومركز أورام قنا، وعقب ذلك تتوجه زايد إلى محافظة الأقصر حيث تتفقد مستشفى إسنا ثم مستشفى أرمنت.
كما تقوم بافتتاح وحدة صحة الشيخ موسى حرصا من الوزارة على التوسع في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين. تنطلق اليوم بجميع محافظات الجمهورية الحملة القومية للكشف المبكر عن الأنيميا وتقزم والسمنة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة خلال المرحلة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 12 عاما. كانت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد ووزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي قد أعلنا أمس رسميا إطلاق المرحلة الأولى من الحملة التي ستنفذ على 3 مراحل حتى 2 أبريل المقبل. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة تطلق حملة صحية جديدة للكشف والعلاج المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلبة المدارس، حيث صرحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء أن الحملة تستهدف 11.5 مليون طالب وطالبة في كافة محافظات مصر خلال مدة 2.5 شهر. بدأنا بأن احنا عملنا 3 مدارس في كل محافظة في 27 محافظة. كانت العينة في الأول بتتضمن مدارس كلاس أو الفئة المدارس الانترناشنال وبعدين متوسطة وبعدين المدارس العادية، والمؤشرات لما طلعت وكان مستهدف 500 طالب في كل مدرسة على الأقل، عملنا 27 محافظة وكانت المؤشرات يعني شوية محتاجة، مش مطمئنة قوي ان احنا محتاجين ان احنا نتعرف على المحددات الصحية ونعالج اطفالنا ونوعيهم من السن 6 سنوات ل 12 سنة. فكان في تكليف ان احنا في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي نستكمل ابتداء من يوم 17/2 لغاية 30/4 حوالي 11.5 مليون طالب. ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الكشف إجباري على جميع طلاب المرحلة الابتدائية لأن الصحة جزء من بناء الإنسان. من ناحيتنا احنا ادينا تكليفات للمديريات التعليمية بتحويل اليوم المخصص للمسح في المدارس إلى يوم رياضي لجذب أكبر عدد من الطلاب، وتركيز موضوعات التعبير في فترة تدريس اللغة العربية إلى أهمية الوعي بأهداف المبادرة، عايزين نكلمهم عن الموضوع، وتركيز خطة الأنشطة التربوية خلال فترة المسح عشان تتناول أهداف المبادرة وأهميتها. ومن جانبه أشاد برونو مايس ممثل منظمة اليونيسيف بما تقوم به مصر بشأن المسح الطبي الشامل على تلاميذ المدارس. إن ما تقوم به مصر بشأن المسح الطبي الشامل على تلاميذ المدارس لأمراض السمنة والتقزم والأنيميا يأتي في وقته المناسب، وإن المنظمة تهتم بمشكلات التغذية التي تؤثر على حياة الأطفال. الحملة تنطلق بمشاركة العديد من الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمين الصحي. هيئة التأمين الصحي هي مشارك أساسي في هذه الحملة، لأن الطلاب من سن الأطفال من سن يوم ل 18 سنة يتمتعوا بمظلة التأمين الصحي، فكل طلاب المدارس الابتدائية يتمتعوا بمظلة التأمين الصحي، كل حاجة بياخدوها من التأمين الصحي بدءا من الانفستيجيشن إلى العلاج. القائمون على المؤتمر يؤكدون أنه لإنجاح الحملة لا بد من توعية أولياء الأمور للطلاب بأهمية التغذية السليمة للأطفال، وداعا لأمراض السمنة والأنيميا والتقزم التي قد تصيب الإنسان في فترة مبكرة بعد إطلاق الدولة لحملة مكبرة تطلق لأول مرة في مصر للقضاء على تلك الأمراض لبناء جيل صحي جديد قادر على البذل والعطاء. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. We'll be right back.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا وألمانيا وفرنسا استعادة أكثر من 800 مسلح في تنظيم داعش الإرهابي اعتقلوا في سوريا بهدف محاكمتهم. وأضاف ترامب في تغريدة له على تويتر أن القوات الأمريكية ستضطر إلى إطلاق سراحهم في حال رفضت تلك الدول تسلمهم، محذرا من أن ذلك سيكون خيارا سيئا يقود إلى تسلل هؤلاء الداعشيين إلى أوروبا. وجدد ترامب التأكيد على أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا بعد الانتصار الكامل على داعش، مشيرا إلى أن الوقت حان كي يكثف الأوروبيون من جهودهم لمنع ذلك. في سياق متصل، توقعت قوات سوريا الديمقراطية الإعلان رسميا عن القضاء على تنظيم داعش في شرق سوريا في غضون أيام. وتحصر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن مسلحي داعش في منطقة صغيرة في محافظة دير الزور الواقعة شرق سوريا. أيام على الأكثر ويتم الإعلان رسميا عن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، هكذا توقعت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية مع وجود عدد كبير من المدنيين محاصرين في آخر بقعة تحت سيطرة التنظيم تقدر مساحتها بنصف كيلومتر مربع. كما تعلمون لقد بدأنا بالفعل هذه العملية وقمنا بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منها، والآن ننتقل إلى مرحلة تطهير المنطقة الأخيرة التي يحتلها داعش، الحي الأخير الذي نحاصر فيه داعش. نحن نتحرك الآن. وبات التنظيم الذي مني بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين محاصرا في حي داخل بلدة الباغوز التي أصبحت تحت الرمايات النارية لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، غير أن التقدم يتم بشكل بطيء نسبيا مع تحرك تلك القوات بحذر في ظل أن الكثير من المدنيين ما زالوا محتجزين كدروع بشرية من قبل مسلحي داعش. وإعلان الانتصار على التنظيم مع أنه سيمهد الطريق أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، لكن عمليات ملاحقة فلول التنظيم بعد إتمام العملية ستتواصل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق الدكتور محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا سابقا. دكتور محمد، بعد التحية، برأيكم ما المترتب على قرار ترامب إطلاق سراح 800 داعشي في حال رفضت الدول الأوروبية تسلمه؟ يعني في اعتقادي أن يقول ترامب أنه سوف يحرر 800 داعشي هذا الوجود الإرهابي المسلح، هذا في اعتقادي واحدة من مناورات، لا أستطيع الثقة أنا بالمناورات، يعني المناورات تمثل الناحية الانفعالية والناحية يعني الإنسانية لدى هذه المجموعات ولدى أهالي وذوي هذه المجموعات الإرهابية، سيما إذا قلنا أنهم موجودون اليوم في أوروبا، عندما يتحدث عن أوروبا لأنه يقول أن هناك جماعات إرهابية سوف يعودون إلى أوروبا، بمعنى أوضح إنهم يشكلون خطرا على الإنسانية ويشكلون خطرا على العالم، وهذا الدور الذي يمارسه ترامب في اعتقادي لا يخرج عن كونه فرصة المناورات التي إسرائيل أو تريد أمريكا أن تستمر في ممارستها في المنطقة، بحيث أنها تظهر نفسها أن فعلا تكافح داعش، والحقيقة أن ترامب متكامل وترامب يستثمر في داعش ويستثمر في الإرهاب ويحاول الوصول إلى نتائج أو إلى تحقيق الأهداف التي لم يستطع أن يحققها من خلال استخدامه لهذه المجموعة الإرهابية المسلحة. هل من رابط بين ما قاله ترامب مؤخرا وبين ما أعلن عنه في وقت سابق من قرار الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من سوريا؟ يعني لا أفهم مشروع يعني سحب القوات الأمريكية من سوريا. نعم، اسمح لي، يعني لا أستطيع أن أفهم قرار سحب ترامب القوات الأمريكية من سوريا إلا في إطار أن يخرج من العدوان على سوريا، بمعنى أوضح ترامب يستثمر في العدوان على سوريا، وترامب يقول أنه سوف يخرج من هذه الجغرافيا، وفي الحقيقة أنه يخرج من النافذة لكي يعود من الباب بسبب وجود القوات الأمريكية البديلة، بروكسي أمريكان ووريورز، بسبب وجود القوات التركية اليوم التي تحاول أن تشغل مكان القوات الأمريكية، بسبب هذا الشعر الزخم الآخر الذي يحاول أن يمنحه ترامب بقوات تحاول أن تصنع شيئا ما في الجغرافيا السورية، وخاصة مرتبة بقسد هذه المجموعات اليوم التي تمثل دولة أمريكية جديدا
من القوات الأمريكية التي لم يكن لها دور سوى أنها تقوم بدعم داعش. اليوم يبدو أن هناك عملية تبديل الأدوار ما بين أسد وداعش، تريد أسد اليوم أن تستولي أو أن تأخذ المكان الجغرافي أو مكان الدور العسكري والسياسي لهذه الدواعش، وأعتقد أن القوات الأمريكية المدينة تحت اسم جديد. كيف تتعاطى أوروبا مع هذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخاصة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، مع وضع في الاعتبار ما أفاد به أيضا ترامب في هذا السياق من أنه في حال لم يحدث ذلك يعني ليست المشكلة يعني فقط هي فكرة اضطرار القوات الأمريكية إلى إطلاق سراح هؤلاء، بقدر بأن ذلك سيقود إلى تسلل الداعشيين إلى أوروبا؟ يعني الضغط يستخدمه أمريكا ضد أوروبا ويستخدمها أيضا ضد أوروبا، وربما تحاول ضد أوروبا أيضا ضد العالم، بحيث خلال القول أن هذه المجموعة العربية المسلحة إذا ما خرجت من إدلب بعد عملية عسكرية سورية مرتقبة في إدلب، وإذا ما خرجت من شمال سوريا أو منطقة الشمس فإنها سوف تتسلل إلى دول العالم وسوف تشكل عبئا وإرهابا على مستوى العالم، وبالتالي هذه المجموعات العربية المسلحة ورقة باغتة من أجل أن تعرقل أو أن تم إيجاد حالة تنتهي فيها حالة العدوان على سوريا وتتوقف العدوان الأمريكي على سوريا، وأعتقد أنها محاولة من أجل إيقاف ثمار الحرب والاستثمار في الدور الأوروبي لكي يقف دائما إلى جانب أمريكا، علما بأنه لا دور لأوروبا في هذه المسألة. أمريكا أوروبا هي تابع كلي لأمريكا، أوروبا تابع كلي لأمريكا في هذه المسألة. بالتزامن توقعات من قبل قوات سوريا الديمقراطية بأن يعلن رسميا في القريب القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا في غضون أيام، ما الذي يعكسه هذا التزامن بين ما ورد عن قوات سوريا الديمقراطية وما تفضل به ما أفاد به ترامب في إعلانه الأخير والطلب الذي وجهه إلى أوروبا في هذا السياق؟ كما قلت إنها مرحلة جديدة من مراحل تبادل الأدوار، إنها مرحلة ثانية تالية وجديدة من مراحل تبادل داعش، ويستثمر في هذا الإعلان المبهم مزيد من الأدوار على الدولة السورية، توظيف أسرى وهي التي كانت تراضي إزاي تحاول العودة إلى الدولة السورية وتحاول يعني إعادة هويتها إلى سوريا، يبدو أن أمريكا اليوم تحاول الاستثمار فيها وتحاول أن يعني أن تخلق الشروط المناسبة لإطالة أمد الحرب والصراع وأن تستثمر في قسد بديلا عن ما يسمى. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا السابق. يبدأ اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد تستغرق يومين في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك الهند والصين. من المتوقع أن تشهد زيارة ولي العهد السعودي توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار لمساعدة باكستان لسد عجزها الخارجي الذي أدى إلى انكماش اقتصادها لفترة طويلة. أعلنت كينيا أنها استدعت سفيرها في الصومال لإجراء مشاورة عاجلة معه، وذلك تعبيرا عن الاحتجاج على قرار الحكومة الصومالية إجراء مزاد لاختيار أفضل عرض يقدم إليها لاستثمار أبار نفط وغاز في منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين. أعلنت الخارجية الكينية أنها سبق وأن وافقت على نقل هذا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، وأن هذه المحكمة باشرت عقد جلسات منذ سبتمبر من عام 2016 في لاهاي. أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو أنه استطاع استقطاب أكثر من 600 ألف متطوع لنقل مساعدات إنسانية إلى داخل البلاد يوم السبت المقبل. ودعا غوايدو إلى خروج تظاهرات حاشدة لإقناع الجيش بالسماح لتلك المساعدات بالدخول للمدن الفنزويلية، مضيفا أن حركة المتطوعين لن تقتصر فقط على المناطق الحدودية. لأن المغتصب مادورو لا يحمي أحد من الجوع ولا من نقص المساعدات، ويقوم حتى بإعدام شعبه،
لذا فقد آن الأوان لدخول هذه المساعدات وأن تقفوا إلى جانب الدستور وتقولونها بوضوح للغاية، إننا نطالب بوقف اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة. هذا أمر. استعدادا للعمل على إدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى فنزويلا، دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إلى مظاهرات في كل أنحاء البلاد يوم 23 من فبراير الجاري. وتشكلت صفوف طويلة من أشخاص يرتدون قمصانا بيضاء وقبعات بألوان العلم الفنزويلي في لوس قورخيتوس شمال شرق العاصمة كاراكاس، حيث تجمع الألاف من المتطوعين بدعوة من غوايدو. غوايدو كرر دعوته للجيش للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة في كولومبيا، ولكن أيضا تلك الموجودة في البرازيل وفي جزيرة كوراتشاو في الكاريبي. أما الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فقد طلب من الجيش الاستعداد للقيام بعملية انتشار خاص لتعزيز الحدود مع كولومبيا الممتدة على طول 2200 كيلومتر. ويرفض مادورو حتى الآن أي مساعدة، ويرى أنها محاولة أمريكية للتحضير لتدخل عسكري في بلاده. وتتكدس أطنان من الأغذية والأدوية المرسلة من الولايات المتحدة منذ 7 فبراير الجاري في مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا، وتمنعها من الدخول حاويات وضعتها سلطات كاراكاس. وحطت طائرتان عسكريتان أمريكيتان من طراز C-117 في مطار كوكوتا في إطار المرحلة الثانية من خطة إرسال المساعدات للحد من تفاقم النقص في المواد الغذائية والأدوية في فنزويلا. وتشكل مسألة المساعدات نقطة هامة في الأزمة الفنزويلية ذات البعد الدولي. وتتويجا لهذه الجولة، هذا تذكير بأبرز ما ورد بها من عناوين. خلال لقاء ميركل في ميونخ، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع ألمانيا. ترامب يدعو الدول الأوروبية لاستعادة المئات من مسلحي داعش الذين اعتقلوا في سوريا ومحاكمتهم، محذرا من تسلل عناصر التنظيم الإرهابي إلى أوروبا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يبدأ اليوم زيارة إلى باكستان في مستهل جولة آسيوية تشمل 3 دول. ختام جولتنا الإخبارية لهذه الساعة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.